وعلى الاطلاع على تفاصيل ما يجري في المنطقة الخضراء وبالتحديد قرب السفارة الأمريكية، ينضم معنا مراسلنا من هناك أرشد الحاكم. أرشد، بداية، هل تتواصل الاعتصامات أمام مبنى السفارة الأمريكية؟ وما هو الموقف هناك بعد دعوات الرئاسات الثلاث بعدم التعرض للبعثات الدبلوماسية ومنشئتها بسوء؟ تفضل. على ما يبدو أن اليوم الوضع أكثر توترا من يوم أمس. اليوم هنالك توافد لأعداد كبيرة من المحتجين والمعتصمين من فصائل الحشد الشعبي أمام مبنى السفارة الأمريكية في بغداد. أيضا هنالك نصب للمزيد من الخيام أمام مبنى السفارة، وعلى طول الشارع المؤدي إلى السفارة الأمريكية هنالك نصب للخيام في إشارة واضحة من المعتصمين على البقاء حتى تحقيق المطالب. ما تحدثت به الرئاسات الثلاث حول موضوع يعني ربما محاولات لتهدئة الوضع، وكانت هنالك رسائل من أكثر من جهة سياسية بضرورة تهدئة الأوضاع حاليا، لكن ربما هذا لم يكن له على أرض الواقع شيء. هنالك استمرار من قبل المعتصمين، مع يعني عدد من المعتصمين من أبناء الحشد الشعبي ما زالوا متواصلين في الاعتصام أمام السفارة الأمريكية. بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا لكادركم قناة الرشيد، وشكرا لاخواننا المتظاهرين السلميين من الحشد الشعبي ومن العراقيين السلميين ان شاء الله. احنا اليوم نريد تحقيق مطالبنا، وهي اول وحده، اول نقطه نظام تحقيق مطالبنا هي خروج السفاره الامريكيه اما غلقها. السفاره الامريكيه وجودها من 2003 لحد الآن بالعراق، هي كل هذه الأعمال هي مخربة. سفارة يهودية صهيونية، هم كان أكو مطالب من الرئاسات بضرورة انسحاب المحتجين، يعني راح تتنفذ هذه لو شرح تعملون يعني. ما تتنفذ كل مطالب. احنا اليوم كمتظاهرين دعك من العسكرية ودعك من الجهات، واحنا مالاتنا الحشد عابرات ما نريدهن، كنا نجاهد من على السيستان دام الله وحفظه من الطجهات، جاهدنا بدون رواتب ذني ما نريدهن. احنا اليوم نطالب بثار الشهداء، نريد دم زلمنا. احنا طاحت من عندنا زلم، تروح لها فدوة من ترامب وانت طالع قبل. يعني هذا تأكيد من قبل المحتجين في أمام السفارة الأمريكية على ضرورة خروج يعني غلق السفارة الأمريكية. نعم. أيضا كان هنالك كما ذكرنا مطالب من الرئاسات الثلاث. خلينا نأخذ لقطات مباشرة ل يعني الشارع المؤدي إلى السفارة الأمريكية. نعم. طيب أرشد، يعني أرشد، هل هنالك انتشار لقوات يعني أمنية؟ نعم، لقوات أمنية لحماية السفارة، وكيف هو تعاملها مع التجمعات هناك باعتبار أن دخول المنطقة الخضراء هو بباجات، ممكن أي شخص ممكن ما يدخل المنطقة الخضراء إلا عن طريق الباجات، كيف تم دخول يعني محتجي الحشد الشعبي إلى المنطقة الخضراء، وهل هنالك تواجد للقوات الأمنية لحماية المنشآت ويعني الدبلوماسية؟ نعم، يعني موضوع انتشار القوات الأمنية، متواجد القوات الأمنية في محيط السفارة الأمريكية إلى جانب تواجد قوات الحشد الشعبي. عملية الدخول إلى هذا المكان بالأمس كان هنالك انسيابية كبيرة في دخول المحتجين إلى داخل المنطقة الخضراء، الأبواب المؤدية إلى هذه المنطقة فتحت، وأيضا كان هنالك تسهيلات لدخول المحتجين. اليوم ربما هنالك نوع من التنسيق في دخول المنطقة الخضراء، من يحمل الباج من العجلات يستطيع الدخول، ومن لا يحمل يتم يعني دخوله راجلا إلى المنطقة الخضراء عبر التنسيق بين القوة الأمنية الماسكة للمنطقة الخضراء وأيضا القيادات المتواجدة أو التي كلفت بالتنسيق من قبل الحشد الشعبي. أيضا دعينا نذكر أنه اليوم تم استخدام الغازات المسيلة للدموع من قبل الحماية الموجودة داخل السفارة الأمريكية، وربما من الأمريكان أنفسهم قاموا باستخدام الغاز المسيل للدموع. حتى هذه اللحظة تم تسجيل ما يقارب 20 إلى 25 حالة اختناق بين صفوف المحتجين. أيضا
ايضا هنالك تواجد للطبابه وايضا هنالك تواجد كبير للدعم اللوجستي. على ما يبدو ان الامر ربما يطول لحين تحقيق المطالب التي يرفعها عناصر او يعني فصائل الحشد الشعبي المتواجدين في هذا المكان. هذا هو الشارع المؤدي الى السفاره الامريكيه وهذا هو المكان الذي يحتشد به من قبل المعتصمين. ايضا تواجد كما ذكرنا للكوادر الطبيه وكوادر الدعم اللوجستي وما زالت اعداد من المتظاهرين تتوافد الى محيط السفاره الامريكيه. قبل قليل كان هنالك حرق لعدد من الابراج التي يتحصن بها حراس السفاره الامريكيه في هذا المكان وما زالت بين حين واخرى تحدث هنالك ربما مناوشات بين الطرفين واستخدام الحجاره. المحتجون يستخدمون الحجاره لضرب حراس السفاره الامريكيه وبالتالي الاخرون يردون باستخدام الغاز المسيل للدموع. لا. هذه هي الصوره الحاليه في من امام السفاره الامريكيه ومن ايضا الاعتصام الموجود. ايضا ربما على يساري بالتحديد هو عمليه التفتيش للدخول الى الاعتصام. يعني هنالك هذه هي واحده من الدعم اللوجستي الذي ياتي للمعتصمين في الساحات. وايضا كان بودنا نتحدث عن موضوع التفتيش، تفتيش الدخول الى من يقوم بتفتيش الداخلين والخارجين. ارشد عملية تفتيش جميع الداخلين، هنالك عناصر من الحشد الشعبي. نعم هذه هي الصورة مباشرة لعملية التفتيش. من يقوم بعملية التفتيش هم عناصر في الحشد الشعبي بالتأكيد، هنالك تنسيق ولجان تنظيمية تتولى هذا الموضوع. هذه هي السيطرة المعنية بتفتيش الداخلين إلى خيام المعتصمين في أمام السفارة الأمريكية. طيب يوم أمس شاهدنا يعني تواجد لوزير الداخلية، هل قامت وزارة الداخلية كما يعني طالبت الرئاسات الثلاث بحماية المنشآت الدبلوماسية، هل قامت وزارة الداخلية بحماية السفارة الأمريكية؟ ولكن أنت الآن تقول هنالك مناوشات بين المحتجين وأيضا يعني جنود السفارة الأمريكية أو موظفي السفارة الأمريكية. نعم يعني ربما بقيت السفارات شهدت إجراءات أمنية أكثر تشدد من ما موجود على السفارة الإيرانية، وبالتحديد نقصد هنا ربما ما يتكلم عنه البعض أن هنالك إجراءات يعني أمنية مشددة بالقرب من السفارة السعودية وأيضا السفارة الأردنية وبعض السفارات الموجودة في المنطقة الخضراء. هنالك تزايد في أعداد العناصر المنتشرة لحماية هذه السفارات خوفا من وجود يعني خوفا من ارتباك الوضع الأمني. لكن فيما يخص السفارة الأمريكية وبالرغم من وجود القوات الأمنية، لكن هنالك كما ذكرنا مناوشات تحدث بين حين وآخر قرب هذا المكان. أضف إلى ذلك أنه محيط المنطقة الخضراء أيضا شهد انتشار أمني كثيف، أغلب مناطق العاصمة بغداد شهدت أيضا انتشار أمني كثيف وأيضا زحامات كبيرة على خلفية ما حدث منذ أمس وحتى هذا اليوم. أيضا اليوم كان هنالك توافد لعدد من القيادات في الحشد الشعبي إلى مكان الاعتصام. بالأمس كان تواجد لكل قيادات الخط الأول في الحشد الشعبي، أما اليوم أيضا هنالك توافد لأعداد من قيادات الحشد الشعبي إلى مكان الاعتصام في المنطقة الخضراء. نعم أرشد الحاكم من أمام السفارة الأمريكية وكنت معنا، شكرا جزيلا لك.